أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة أن صوت المواطن في قبة البرلمان أقوى من أي مجلس آخر. وأشار سمو الشيخ محمد بن مبارك بعد أن أدلى بصوته في الانتخابات إلى أن التجربة الديمقراطية هي عملية متواصلة ومستمرة، وحث سموه المواطنين على المشاركة الفاعلة في هذه العملية الديمقراطية. أعتقد بأن صوت المواطن في قبة البرلمان أقوى من صوته في أي مجلس مغلق أو في ساحة، فنحن نمر في هذه التجربة الديمقراطية ونأمل أن تسير في هذا المشوار الطويل، لأن الديمقراطية عملية متواصلة. دور المواطن في تأييده العملية الديمقراطية بالمشاركة، وأأمل النجاح لمن حصل على أكثر أصوات من المنتخبين. أنا أعتقد أن الديمقراطية مشاركة وليست مقاطعة.